السؤال بيقول ايه اكتر حاجة لو حصلت حضرتك تقول يبقى احنا كده ماشيين صح، يبقى الدولة ماشية صح؟ شوف حضرتك، ان الناس تحس انه لابد من التغيير، وانها تتفاعل مع اراده التغيير في ان احنا ننقي مجتمعنا من سلبيات، وان احنا نبتدي نواجه مشاكلنا بصح، بطريقه صحيحه وبرؤيه واضحه، ان يبقى في نفس اللغه، ان احنا كمجتمع كله مع الحكومه، مع لان الحكومه هي جزء من المجتمع، لكن لما يبقى فعلا ان المجتمع النهارده بيبتدي يشتبك مع سلبياته. يعني مثلا ادي لك مثال بسيط، لما كل الحوادث اللي احنا فيها بتيجي من سلوكيات غلط ابتدت تبقى ظاهره، من فرديه بقت ظاهره، يعني مثلا اللي يعمل مطب قدام بيته مزلقان على السكه الحديد، والظاهره دي بتبقى حاجه عاديه. لا، احنا لازم نقف، وهنا بقى لازم نقتحم هذا المجال ونقول ان مش هي الظواهر اللي هي احنا شايفينها كل يوم قدام عينينا هو ده المفروض. يعني مثلا المزلقانات اللي احنا شايفينها، كسر اشارات المرور، عدم الاهتمام بالملكيه العامه، كل الحاجات دي ملفات لازم نفتحها، ولازم نفتحها مع المجتمع عشان يبقى لينا نفس اللغه. احنا عندنا تحديات، لان انت لو لم تنقل هذه التحديات واراده التغيير للمجتمع هتلاقي اصحاب المصالح واقفين ضدك. دي نقطه مهمه جدا. حضرتك عايز المجتمع يساند الدوله، يساند الحكومه ضد اولئك الذين يستغلون الفجوه بين الحكومه والمجتمع من اجل مصالحهم الشخصيه. بالظبط، وده بيبقى صوتهم عالي لانهم اصحاب مصالح. طب انت لما بتيجي تدخل في احتكارات معينه، عشان تكون الناس او مافيات، زي مثلا البوتاجاز أو, او 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 فانت النهارده لما بتيجي تدخل في معركه مع اصحاب مصالح او مع سلبيات، لازم تكون ناقلها للمجتمع، لان هو محتاج مسانده المجتمع في اللحظه دي. لان لو انا دخلت في مواجهه مع المحتكرين والمافيات دول هم، وهو صوته عالي، فيبدو للناس كمان ان هو صاحب حق والدوله صاحبه الخط. يعني احنا عندنا ملفات لازم تتفتح. انت النهارده مثلا التهريب، تهريب طبعا مش ده بيقتل صناعتك الوطنيه؟ طبعا النهارده لما تيجي من بره، من حتى لا جمارك ولا حاجه، وايه وكمان ارضى الاصناف، لان اللي انت بتهرب ما بيبقاش بقى مر عليها اي نوع من المراقبه. لما بتيجي تقفل منافذ التهريب وحاجات كتيره جدا، يعني التهريب كان وصل ان في سجائر مسرطنه، لان يعني الحقيقه هناك مافيات وهناك ملفات لازم تتفتح، ولكن يجب فعلا ان احنا تنقل هذه الصورة الحقيقية للمجتمع. كأن حضرتك عايز تقول أنه لا يمكن أن ننهض إلا بالتكاتف ما بين الحكومة والشعب، لا الحكومة تعرف تشتغل لوحدها ولا الشعب. لا يمكن، لا يمكن مجتمع، يعني حكومة هتشتغل من غير مجتمع، ولا يمكن برضه حكومة عايزة تغير تخبي على شعبها الحقائق. لازم هو التواصل، وان احنا نفتح كل الملفات، لان ايه ساعات تقول ايه تقعد تلوم، كل ما تقعد في حته شايف كذا هنا اقول لا تلومن الا انفسكم. اراده التغيير واراده الاشتباك مع السلبيات ده موضوع في منتهى اراده الاشتباك مع السلبيات لازم تكون متوفره عند الشعب وعند الحكومه. بالظبط.